مفاجأة، ماذا يحضر لنا حماة القيم هذه المرة؟ ترى ماذا يفعل الأصدقاء؟ هذا هو فارس الحكيم. كل الإحداثيات تظهر أن الرابط بين هذه المشاهد هو المحبة. وهذا براء العبقري. لقد أعددت مفاجأة ستسعدني كثيرا عند رؤيتها. أما هذا فهو الضحوك عمر. ليتني ذكرت سندويشة برجر لكانت بين يدي الآن. وهذا هدهدنا الخدوم. وها هو جدنا الفاروق يحييكم. كيف حالكم يا أطفال؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. صدق الله العظيم. منذ يومين لم ألتقي بفارس وعمر وبراء، لابد وأنهم مشغولون في تعزيز القيم لدى أطفال المدينة ويحتاجون إلى المساعدة. رغم أنه وقت القيلولة الخاص بالجد فاروق، إلا أن قلقه على حماة القيم قد أذهب النوم عن عينيه. هل هم في أسواق المدينة؟ أم في ملاعبها؟ أم يبحثون في مكتباتها؟ أين سيكونون يا ترى؟ سأذهب وأستطلع أخبارهم. يا الله، لقد شارفنا على الانتهاء. مزيدا من الصبر والتركيز ونكون قد أتممنا المهمة على أكمل وجه إن شاء الله. ترى ما حجم السعادة التي سنزرعها في قلوب الأطفال حينما يرون هذه المفاجأة التي جهزناها لهم؟ بل قل يا فارس، ما حجم طاولة الغداء التي ستعدها لنا والدة براء بعد انتهائنا من هذه المفاجأة؟ مفاجأة؟ ماذا يحضر لنا حماة القيم هذه المرة؟ ها قد وصل الجد فاروق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا جدي العزيز. كيف حالكم يا أطفال؟ ما هذه الفوضى التي تعم المكان؟ هل هذه الألعاب التي أشغلت أحفادي عن دروس التفسير؟ هذه ليست ألعابا يا جدي، فبفضل الله تمكن براء من صنع لوح إلكتروني ونحن نساعده في عمل نسخ منه لكي نوزعها على الأطفال في دار الأيتام هدية لهم، وها نحن في المراحل الأخيرة إن شاء الله. نفع الله بكم أيها الأبطال، لقد ذكرتموني بالحديث الشريف الذي ورد في صحيح البخاري، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وهناك وعد من الله للمعطي بالتيسير في كل أمور حياته، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
فسنيسره لليسرى. صدق الله العظيم. لقد انتهينا من كل شيء، الحمد لله. يمكننا الذهاب الآن إلى دار الأيتام، وأنا سآتي معكم أيضا. وبعدها أين سنجد الطاولة التي وعدتنا بها يا براء؟ عن أي طاولة تتحدث يا عمر؟ سنخبرك القصة في الطريق يا جدنا الحبيب. هيا بنا إذن. حين تجتمع الأيادي قوة في الاتحاد، بارك الله بالجمع يقتفي أثر العباد. أن تعطي يعني لن تفقر، أن تبلغ قمما بل أكثر، أن ترزق من دون توقع، فكر في غيرك كي تكبر. فضماض الروح بأن تسعى، أن تحلو، أن تشكر خاطر، أن ترفع عن أحد وجع، أو تحيا في قلب طاهر. هل تودون أن تنضموا أنتم كذلك لفريق حماة القيم؟ ساهموا معهم في نشرها.